يا ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيب ربنا الرحمن أقرب قريب. يا ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيب له الوجات في يوم اللقاء العسير وللمرسلين اجمعين في اليوم ذاك الخطيب يغفر الهدى ما بدا غابات ولا بات غيب. يا ذاكرين النبي فضلكم ya Allah, dan turutkan dengan lisan kita panggil ya Allah. Bil
خضوعي والخشوع يقولوا يا الله. تنكح حذرا حديدا خشوع فانقل يا الله. بالتصاغر والندامة يقولوا يا الله. بالانفنسالان دن كرندهن حتي فانقل يا الله. يا الله يا الله. وزدنا من فضلك ما أنت أهله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وعفو ومغفرة وصلاح وطهارة ونقاء واستقامة وما بقي من العمر جعل مصروف في طاعتك في عوافيك وامل اشفي مرضانا عافي مبتلانا اكشف الشدائد عنا أصلح ظواهرنا وخفايانا تدارك أهل الملة تدارك أهل القبلة ادفع البلايا وكل علة وكلنا في كل شان بما أنت أهله يا قوي يا قادر يا متين يا رحمن يا رحيم جودك عظيم ومنك كريم وعبادك بين يديك عبيدك بين يديك سائلوك بفنائك فقراءك بفنائك مساكينك بفنائك عبيدك بفنائك سائلوك بفنائك فقراءك بفنائك مساكينك بفنائك عبيدك بفنائك سائلوك بفنائك فقراءك بفنائك مساكينك بين فنائك افتح الباب واكشف الحجاب وبلغ العرب واسل بنا سبيل الصواب وتب علينا يا خير من تاب اسكب علينا جود فضلك السكار وثبتنا على ما تحب وادخلنا في دوائر الاحباب يا الله 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 يا الله